أيها الموت انتظر حتى أعد حقيبتي، فرشاة أسناني وصابوني وماكنة الحلاقة والكولونيا والثياب. هل المناخ هناك معتدل؟ وهل تتبدل الأحوال في الأبدية البيضاء أم تبقى كما هي في الخريف وفي الشتاء؟ وهل كتاب واحد يكفي لتسليتي مع اللاوقت أم أحتاج مكتبة؟ وما لغة الحديث هناك، دارجة لكل الناس أم عربية فصحى؟ ويا موت انتظر حتى أستعيد صفاء ذهني في الربيع وصحتي، لتكون صيادا شريفا لا يصيد الظبي قرب النبع. فلتكن العلاقة بيننا ودية وصريحة، لك أنت ما لك من حياتي حين أملأها، ولي منك التأمل في الكواكب. لم يمت أحد تماما، تلك أرواح تغير شكلها ومقامها. يشبهني كثيرا كل ما حولي، ولم أشبه هنا شيئا، كأن الأرض ضيقة على المرضى الغنائيين، أحفاد الشياطين، المساكين، المجانين، الذين إذا رأوا حلما جميلا لقنوا الببغاء شعر الحب وانفتحت أمامهم الحدود. وأريد أن أحيا، أريد أن أحيا، فلي عمل على ظهر السفينة، لا لأنقذ طائرا من جوعنا أو من دوار البحر، بل لأشاهد الطوفان عن كثب. وماذا بعد؟ ماذا يفعل الناجون بالأرض العتيقة؟ هل يعيدون الحكاية؟ ما البداية؟ ما النهاية؟ لم يعد أحد من الموتى ليخبرنا الحقيقة. أيها الموت انتظرني خارج الأرض، انتظرني في بلادك، ريثما أنهي حديثا عابرا مع ما تبقى من حياتي قرب خيمتك. انتظرني ريثما أنهي قراءة طرفة ابن العبد، يغريني الوجوديون باستنزاف كل هنيهة حرية وعدالة ونبيذ آلهة. فيا موت انتظرني ريثما أنهي تدابير الجنازة في الربيع الهش، حيث ولدت، حيث سأمنع الخطباء من تكرار ما قالوا عن البلد الحزين وعن صمود الدين والزيتون في وجه الزمان وجيشه. سأقول صبوني بحرف النون، حيث تعب روحي سورة الرحمن في القرآن. وامشوا صامتين معي على خطوات أجدادي ووقع الناي في أزلي، ولا تضعوا على قبر البنفسج، فهو زهر المحبطين يذكر الموتى بموت الحب قبل أوانه. وضعوا على التابوت 7 سنابل خضراء إن وجدت، وبعض شقائق النعمان إن وجدت، وإلا فاتركوا ورد الكنائس للكنائس. أيها الموت انتظر حتى أعد حقيبتي، فرشاة أسناني وصابوني وماكنة الحلاقة والكولونيا والثياب. هل المناخ هناك معتدل؟ وهل تتبدل الأحوال في الأبدية البيضاء أم تبقى كما هي في الخريف وفي الشتاء؟ وهل كتاب واحد يكفي لتسليتي مع اللاوقت أم أحتاج مكتبة؟ وما لغة الحديث هناك، دارجة لكل الناس أم عربية فصحى؟ ويا موت انتظر حتى أستعيد صفاء ذهني في الربيع وصحتي، لتكون صيادا شريفا لا يصيد الظبي قرب النبع. فلتكن العلاقة بيننا ودية وصريحة، لك أنت ما لك من حياتي حين أملأها،
ولي منك التأمل في الكواكب. لم يمت أحد تماما، تلك أرواح تغير شكلها ومقامها. من أنا هاهنا؟ أأنا ابن أمي؟ لا تساورني الشكوك ولا يحاصرني الرعاة أو الملوك، وحاضري كغدي معي، ومعي مفكرتي الصغيرة. كلما حك السحابة طائر دونت، فك الحلم أجنحتي. أنا أيضا أطير، فكل حي طائر، وأنا أنا لا شيء آخر. واحد من أهل هذا السهل، في عيد الشعير أزور أطلال البهية مثل وشم في الهوية. لا تبجدها الرياح ولا تؤبدها، وفي عيد القروم أعب كأسا من نبيذ الباعة المتجولين. خفيفة الروح وجسمي مثقل بالذكريات وبالمكان. وفي الربيع أكون خاطرة لسائحة ستكتب في بطاقات البريد على يسار المسرح المهجور سوسنة وشخص غامض، وعلى اليمين مدينة عصرية. وأنا أنا لا شيء آخر، لست من أتباع روما الساهرين على دروب الملح، لكني أسدد نسبة مئوية من ملح خبزي مرغما، وأقول للتاريخ زين شاحناتك بالعبيد وبالملوك الصاغرين، ومر. لا أحد يقول الآن لا، وأنا أنا لا شيء آخر. واحد من أهل هذا الليل، أحلم بالصعود على حصان الفوق فوق، لأتبع الينبوع خلف التل. واصمد يا حصاني، لم نعد في الريح مختلفين، أنت فتوتي وأنا خيالك، فانتصب ألفا وصك البرق، حك بحافر الشهوات أوعية الصدى، واصعد تتجدد وانتصب ألفا. توتر يا حصاني وانتصب ألفا، ولا تسقط عن السفح الأخير كراية مهجورة في الأبجدية. لم نعد في الريح مختلفين، أنت تعلتي وأنا مجازك خارج الركب المروض كالمصار. فاندفع واحفر زماني في مكاني، فالمكان هو الطريق، ولا طريق على الطريق سواك تنتعل الرياح. أضئ نجوما في السراب، أضئ غيوما في الغياب، وكن أخي ودليل برقي يا حصاني. لا تمت قبلي ولا بعدي على السفح الأخير ولا معي. حدق إلى سيارة الإسعاف والموتى، لعلي لم أزل حيا. سأحلم لا لأصلح أي معنى خارجي، بل كي أرمم داخل المهجور من أثر الجفاف العاطفي. حفظت قلبي كله عن ظهر قلب لم يعد متطفلا ومدللا، تكفيه حبة أسبرين لكي يلين ويستكين.